Schnell vlog ich son, erini passi. Maren chibemot und tos mir erwet mani, bonait im not viot im choi, so benot im sotir, so spechres, wo jebris kapazin egon, verboit in erun a veri, in a chupt in herufti hasu erun, abti den a finten chere, iotai, unutai, in the phone, Maren tuer a phobos in the veri erun, Am pai thua faim nutir un deben un chenirin in iverin jebant kurator eb choi se benoti. If neve choice, if not a month crator, if you ultimate choice, open no, the open so tiri sos, fechrestos, nash korak. Ala kul hal, make kul hal of ekul hal, and expect an hour and an obstacle, kultanelik, fact an ain't all that an hour tater, vina, ilazisa. Therefore, we ask and entreat your goodness, the lover of mankind, grant us to complete this holy day and all days of our life, in all peace with your fear. All envy, all temptation, all the work of Satan, the counsel of the wicked men, the rising of enemies, hidden manifest, take them away from us and from all your people, from this holy church, from this your holy place, with those things which are good and profitable to provide for us. For it is you have given us the authority to trample serpents and scorpions, and upon all the power of the enemy.
أيضا فلنسأل الله الآب ضابط كل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك، تعهدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح المرض، اطرده، والذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزيهم، المعذبين من الأرواح النجس أعتقهم جميعا، الذين في السجون أو المطابق أو الذين في النفي أو السمي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة أو مقبوض عليها أو مريضة، أعطها يا رب رحمة، أعطها راحة، أعطها برودة، أعطها نعمة، أعطها معونة، أعطها خلاص وغفران خطاياها وأسامها، ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي لأجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد، تعهدنا بخلاص يا رب ارحم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أبانا وإخوتنا المسافرين والذين يضمرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو السالكين بكل نوع، كل واحد كل موضع، ردهم إلى ميناء هادئ، ميناء الخلاص، تفضل يا رب اصحبهم في الإقلاع، اصحبهم في المسير، ردهم إلى دويهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين، اشترك في العمل مع عبيدك يا رب في كل عمل صالح، ونحن أيضا غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضر ولا قلق ولا عاصف إلى الانقضاء. ثلث قدس ارحمنا. شم مجلس من قدوس وقدس. اللهم اجعلنا مساقين قول الشكر يا ابن الذي في السماوات. Christos, Jesus, ben chai samidili vashenen teoroithi thwamth menute marthan sene vendi mathuts mam benistos. Ani unte prosfkia pshoa pishiri menin tifkan novenane von chai thidas misteran vun pitav me prosos benunti marthas suab. Matum chai sere gund fernainem sing tifkan novenane von tivarthanus mariam theodokos tuam.
حقيقة بلان واحد الله الأبدى من كل خالق السماء والأرض. نور نور لا حق لا حق مخلوق غير مخلوق سام لا فعل. أجل خلاصنا نزلنا سمعت جسد نروق نسمر نعذرات نساس نروق. تعالى مقبرة قام بين الموت في يوم ثالث نصان للسماوات جلس عني. لدين الحياة والموت الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس. بثق من الأب نسجد له ونمجد مع الأب والابن فهم بأب كنيسة وعالم القدس يا جماعة. تنجو اشتفو الخيطين تيانا استاسي سنتني رف موت نبيون انت بيون اسني امين نوتين اين انت شون ايرون شنيت خارون امين تمرون امين ويرون ريرون ريبوي ثنيرون مواد باكر يوم الأربع من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير من سفر الخروج لموسى النبي بركاته علينا أمين. وحدث في تلك الأيام الكثيرة لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته بني إسرائيل لينظر أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته بني إسرائيل، فالتفت إلى هنا وهناك فلم يرى أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. ولما خرج في اليوم الثاني رأى رجلين عبرانيين يتضاربان، فقال للظالم لماذا تضرب صاحبه؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أنت أن تقتلني كما قتلت المصري أمس؟ فخاف موسى وقال هكذا ظهر الأمر. فسمع فرعون هذا الخبر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من أمام وجه فرعون
وسكن في أرض مديان وجلس على البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات يرعين غنم أبيهن يثرون. فلما أتينا أخذنا ماء حتى ملأنا الأحواض ليسقين غنم أبيهن، فجاء الرعاة وطردوهن. فقام موسى وأنجدهن واستقى ماء لهن. فذهبنا إلى رعوئيل أبيهن فقال لهن: لماذا أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا له: إن رجلا مصريا أنقذنا من أيدي الرعاة واستقى ماء لنا وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين ذاك؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأتي ويأكل خبزا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد أمين. A reading from Isaiah the prophet. May his holy blessings be with us all. Amen. Then the lambs shall feed in their pasture, and the waste places of fat ones strangers shall eat. Woe to those who draw iniquity with cords of vanity, and sin as if with a cart rope, that say, let him make speed and hasten his work, that we may see it. And let them count. Let the counsel of the Holy One of Israel draw near and come, that we may know it. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Woe to men mighty at drinking wine. Woe to men valiant for mixing intoxicating drink, who justify the wicked for a bribe and take away justice from the righteous man. Therefore, as the fire devours the stubble and the flame consumes the chaff, so their root will be as rottenness, and their blossom will ascend like dust, because they have rejected the law of the Lord of hosts and despised the holy word of the Holy One of Israel. Therefore, the anger of the Lord is aroused against his people. He has stretched out his hand against them and stricken them, and the hills trembled. Their carcasses were as refuse in the midst of the street. For all his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Glory be to the Holy Trinity, our God, for heaven's days of all ages. No.
nempiko evolente enen nomi In compassion, receive our prayers and supplications, receive our petitions, repentance, compassion upon your holy, undefiled altar of heaven. May we be worthy to hear your holy gospels, and may keep your precepts and commandments, bring forth fruit therein, hundredfold, sixtyfold, in Christ Jesus our Lord. Pray for the living, Kyrie eleison. Remember, O Lord, the sick among your people. You have visited them with mercies and compassion. Heal them. Pray for the sick, Kyrie eleison. Remember, O Lord, our fathers and our brethren who are traveling. Bring them back to their homes in peace and safety. Pray for the travelers, Kyrie eleison. يا رب هوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها صلوا من أجل هوية السماء وثمار الأرض كيرياليس يا رب مياه الأنهار بارك أصعدها كمقدارها كنعمتك صلوا من أجل صعود مياه الأنهار كيرياليس يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل باركها صلوا من أجل الزروع والعشب كيرياليس إكلينو من طغوناتا أنست من إكلين من طغوناتا كي أنست من إكلين من طغوناتا أذكر يا رب خلاص الناس والدواب سلم نجل خلاص الناس والبهائم كيرياليس أذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة آبائنا الأرثوذكسيين سلم نجل خلاص العالم كيرياليس أذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك احفظه في سلام وعدل ومقدرة سلم نجل ملوكنا محب المسيح كيرياليس إكلينو من طغوناتا أنستو من إكلينو من طغوناتا كي أنستو من إكلينو من طغوناتا أذكر يا رب المسبيين نجيهم جميعا سلم نجل المسبيين كيري أذكر يا رب أبانا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان الأرثوذكسي نيح نفوسهم أجمعين صلهم لك المتنيحين كيرياليس أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي صلهم لك الصعد والقرابين كيرياليس إكلينو من طغوناتا أنستو من إكلينو من طغوناتا كي أنستو من إكلينو من طغوناتا أذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم صلوا من أجل المتضايقين كيرياليس
اذكر يا رب موعوظ شعبك ارحمهم صلوا من اجل الموعوظين كيريلي ثبتهم في الايمان بك كل بقيه عباده الاوثان انزح من قلوبهم ناموس خوفك وصاياك حقوقك اوامرك المقدسه ثبتها في قلوبهم اعطهم ان يعرفوا ثبات الكلام الذي وعظ بها في الزمان المحدود تعدهم هيكلا لروحك القدوس كيريلي سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي يا رب ارحم أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا هللو يا مارو تشاسفريت انكليسي انت فلاوس ومارو ازمور فيت كدرا انتين بريزبيتيروس جاف كونو ويتو تنفريت ناني ثوبنا مجيني تسوتون وفيونو وفورجن جيب شوي سوون نفومني ثيب جنتك بثوي بشايني قطعي تاكسي سمال شي سيدك شوي سوينا مكبن يوت ثوان بطريا شي زبابا وطانرز بيما اسناب Nimbenyut metropoliti sava serapion nimbenyut nebiskom sava kenros prinsa fiare beten onch Alleluia Stand up in the fear of God and listen to the Holy Gospel, the Gospel according to St. Matthew. May his blessing rest upon us. Amen. A reading from the Psalms of our Father, David the Prophet and the King. May his blessing rest upon us. Amen. Show us your mercy, Lord, and grant us your salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace to his people and to his saints. Alleluia. Let them exalt him in the church of his people and praise him in the seat of his elders. For he has made his family like a flock of sheep. The upright shall see and rejoice. The Lord has sworn and will have no regret. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Alleluia. The Lord is at your right hand. Our saintly father, patriarch, Pope Abba Toadjus II, and his partners in the apostolic ministry, our father, Metropolitan Ambassadorion, and our father, Bishop Amba Kyrillos, may the Lord keep their love. Amen. Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, Send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs.
And she said, Yes, Lord, yet even the little dog eats the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Jesus departed from there, skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain and sat down there. Then great multitudes came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, and the blind seeing, and they glorified the God of Israel. Glory be to God forever. Jephes Maron, Jephiot Nepshiri, Nempem Neuma, Oam Tetrea Seji Kevon. Mass, my Lord Jesus Christ, only one Son, that is called the Father, is broken, receive the saving life, healing, sufferings, breathe, face, holy, disciples, sin, and receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. Now, you also, Master, we ask, and treat your goodness, the love of mankind, for your servants, my fathers, my brethren, my weakness, those who bow their heads before your holy glory. Dispense unto us your mercy, loose every bond of our sins. If we have committed any sin against you, whether knowingly or unknowingly, with an anger of heart, whether indeed or with faint heartedness, Master, knows the weakness of man, is good and love of mankind. God grant us forgiveness of our sins, bless us. Purify us, absolve us, and all your people, fill us with your fierce strength, to do only good will for your God and the glory of Federation, do the good fun, the Holy Spirit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Amen. Alleluia, Nuxepetri, Keion, Kagium, Nemati, Kenin, Kai, Kestos, Eon, Aston, Eon, Tenoche, Voin, Goemon, Jehovah, Choice, Jesus, Christos, Erniste, Vinaria, Gorene, Mene, Unme, Mene, Gonchant, Sotan, Henne, No, Ving, Chit, Harris, Mustim, Toim, Tel, She said, Dictim, Telon, Tea, Kubinong, Ran, Timatu, Sala, Catizut, Mente, David, Tisofiente, Solo, Mondemna, Barclay, Dumeta, Vigenia, Apostolos, Praise of Ere, Bonhelp Tower, at Pimpinio, the Tayotan, Sheriff's Papa, Vatawadros, Piot Metropolitis Ava Serapion, Venut Neves Comus Ava Kyrillos, Not in Ted Vefta Groage and Noetronus and Admission on Benavance, you and Hiri Nikon and Tethway and Nogajitinos Apisit and Noachal of Gen Colem, Toveperso Zeriagon Tifkani Novina Neval Canoeirin, Clav Nishten, like Kirillason. Kire Evlog is on Aminis Moeroes, Moeroes, Timetania Kuni, going Piesmo. Christos Benoti, Amines, Shopin. Ever unto the Henny Moinan, to Kerini Seminan, to Kerini Canon of an unholy thought, that you go on the monomous one of you, Mashani. Mean, so Lord, we did pray with all thanksgiving, Evan, as you saw. قدس اسمك يا تمركوت تكون شهيدا كما في السماء كذلك الارض اعطينا اليوم واغفرنا ذنوبنا نحن ايضا مذنبين الينا ولا ادخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. Now may the love of God the Father, the grace of the only begotten Son of God, Savior Jesus Christ, give me the gift of the Holy Spirit be with you. And with your spirit. Ten oisht emef yon entepi Oh.
Prayer in the third hour, this blessed day after Christ, my King, my God, beseech him to his heart, sins, and psalms, our Father, David, the prophet, and the King, may his blessed be with us all. Doxathios is one holy, 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 the gospel according to St. John. May his blessed be with us, amen. Son, my name has come. He shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. For you have heard how I say I go away and come again unto you. If you loved me, you would rejoice, because I said I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me. But that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that bears fruit he prunes, that I may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. To one and all, and your Holy Spirit, O Lord, send forth one and your holy disciples, and honored apostles in the third hour. This do not take away from us, O good Mother, new within us, create me a clean heart, O God, a new right spirit within me.
Do not cast me away from your presence. Do not take the Holy Spirit away from me. O Lord, who sent down your Holy Spirit upon your holy disciples, your honored apostles, and their arrogance, do not take away from us, O good, what we ask for, new within us, O Lord Jesus Christ, the Word, the Son of God, Spirit of brightness, a life-giving Spirit of prophecy and chastity, Spirit of holiness, trust, and authority. Almighty One, for your light of our souls, who shines upon every man that comes into the world, have mercy on us. O Theotokos, you're the true vine bearing the cluster of life. Blessed you, the apostle, to pray for the salvation of our souls. Blessed is the Lord our God. Blessed is the Lord, day by day, prepares our way, for he is the God of our salvation. أيها الملك السبع المعزير روح الحق الحاضر في كل مكان مالك كل كان الصالحات ومعط الحياة الأمة تفضل روح اللي فيه وطالا كل إنسان صالح خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلوم وعيدكم من عبد نحن سلامك خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا وليت لا أنت يا بس افتح لنا باب الرحمة Choice nine on, choice nine on, and then we are kind of run beyond the Christ, my King, my God, beseeching to us our sins. Psalms of Father David, the prophet, and the King, may his blessings be with us all and save me. Noxatius, one holy, 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 in the gospel point to St. Matthew, may his blessing be with us all. وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطردين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا وملح لا يصلح بعد لشيء إلا نطر خارجا ودهدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيما يجروا أباكم الذي في السماوات
Christos, Mioton Agathos, Nembin Moth, Oem, Jack, Exo, Timonon, and Anoy in the sick day. In the sixth hour, is nailed to the cross with the central Father Adam, near to commit in paradise. Destroy in the hand and record of our sins of Christ, our God, and save us. I cry unto the Lord, and he heard me, God, hear my prayer, and do not refuse my petition. Be attentive to me and hear me in the evening, in the morning, and at noon, and I pray the Lord hears my voice and delivers my soul in peace. Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross in the sixth hour, killed sin by the tree, by our death, O Lord, brought life to the dead man, whom we created with your own hands, who died in sin. Put to death our pains by your life-giving healing, passion by the nails which were nailed. Rescue our minds from the thoughtlessness of earthly deeds and worldly lust. Turn our thoughts to the Heavenly commandments according to your great compassion. Since we have no favor, no excuse, no justification, because of our many sins, we entreat you, Virgin, the Theotokos, to intercede with him who is born, if you are plentiful, strong, and is able to intercession with our Savior. For your mother, do not reject us, sinners, and intercession with him whom he bore for his merciful and able to save us because he suffered for us to deliver us. Let their tender mercies reach us quickly for exceedingly humble. Help us, O God, our Savior, for the sake of your glorious name. Lord, deliver us, forgive us our sins for the sake of your holy name. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب لهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن بما مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك أيها المخلص لأنك أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي يوم النور المكرمة نطوبك لأنه من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا وسحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا. Yes, you Lord, hear us and have mercy on us, save us, in the mean, Prayer of the ninth hour, this blessed day after Christ, my King, my God, seek to rest into the Psalms of Father David, the prophet, and the King, may his blessing be. Looks on Theos, one holy, 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 the gospel according to Saint Luke, may his blessed be with us, amen. And the apostles, when they had returned, told them all that they had done. Then he took them and went aside privately to a deserted place belonging to the city called Bethsaida. And when the multitude knew it, followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God, and he healed those who had need of healing. And when the day began to wear away, the 12 came and said to him, send the multitude away that they may go into the towns and country round about and lodge and get provisions, for we are here in a deserted place.
But he said unto them, You give them to eat. And they said, We have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy food for all these people. For there were about 5,000 men. And he said to his disciples, Make them sit down in groups of 50. And they did so and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he blessed them and broke and gave to the disciples to set before the multitude. And they ate and were filled, and 12 baskets of the remaining fragments were taken up by them. Taste of death in the flesh in the 9th hour. For our sake, we the sinners mortify our carnal senses, of Christ are gone, and deliver us. Let my supplication draw near before you, O Lord, give me understanding according to wisdom. My petition reach your presence, give me life through your word. You committed your hands to the hands of the fathers, you hung on the cross in the 9th hour, and guided the thief who is crucified with you into entering paradise. Do not neglect me, O good one, nor reject me, thou the lost one, but sanctify my soul and light and my understanding, and allow me to be a partaker of the grace of your life being mysteries. When I taste of your benevolence, to soften your praise without lukewarmness, longing for your splendor above all things, O Christ our God, and deliver us. O you was born of the Virgin for our sake, and endured crucifixion, O good one, and abolished death by your death, manifested resurrection by your resurrection. O God, do not turn away from those whom you have created with your own hands, but manifest, O good one, your love for mankind. Accept from your mother an intercession on our behalf, deliver, O Savior, humble people, do not leave us to then, do not forsake us forever, do not break your covenant, do not take away from us your mercy. For the sake of Abraham, your beloved, I, and sake of your servant in Israel, your holy one. When the thief saw the Prince of Life on the cross, he said, I'm not the one crucified with us, been God incarnate, the sun would not have hit its rays, nor would the earth have quaked trembling, but O you, the Almighty One who endures all things, remember me, O Lord, and you come into your kingdom. O you who accepted unto yourself the confession of the thief on the cross, accept us unto you, O good one, we deserve the sentence of death because of our sins. We all confess our sins with him, acknowledging your divinity, and cry out with him, saying, Remember us, O Lord, and you come into your kingdom. When the mother saw the Lamb and Shepherd, the Savior of the world, swung the cross, she said while weeping, The world rejoices in receiving salvation, while my heart burns, I look at your crucifixion, which you are doing for the sake of us all, my Son and my God. Yes, your Lord, hear us and have mercy, and forgive us our sins. Amen. Prayer at the 11th hour, this blessed day after Christ, my King, my God, beseech him to bless our sins from the Psalms, our Father David, the Prophet, and the King. The prayer of the 12th hour, this blessed day after Christ, my King, my God, beseech him to bless our sins in the Psalms, our Father David, the Prophet.
Doxa Theosismon, holy, 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 the gospel in the same. ولما قام من مجمع دخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها فوقف فوقا منها وانتهر الحمى فتركتها وفي الحال قامت وخدمتهم وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. ضعف بشرية لكن يا الله رحمة سبعين وأصحاب الساعة الحادي عشر لأني آدم الأثام حلبي في القتال ولدني أمي فما أكثر عن زرور السماء لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قال اللهم اغفر لي عن الخاطئ وارحمني بتريك يا جي ابن مات اسم السيفير تو كنت مي ذا فادر لي بوزم فور اي ويست ماي لايف ان بليجرز اند لاس اند ذا داي هاز باسد باي مي اند فانيشد Therefore, now I rely on the richness of your never-ending compassion. So then do not forsake a submissive heart, which is in need of your mercy. For unto you I cry, O Lord, humbly, Father, I have sinned against heaven and before you, and am no longer worthy to be called your son. So make me as one of your hard servants. لكل إثم وحسن ونشاط وفعلت كل خشوق وقلت كل خطيئة بشوق وقتها نتكب ولكل عذاب وحكم استوجب هيئ لي أسباب التوبة يسهل عذراء فإليك أتضرع بك أستشفع إياك أدعو نساء دين لا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولا مهارات العداء هزيمي ولا أبواب الجحيم اغلقي لئلا أبتلع نفسي عروس بالعيب الخطأ الحقيقي. Doxa Theosismon, holy, 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 the gospel in the Saint Luke, may his blessed be with us, holy men. وإذا إنسان كان بيرشليم اسمه سمعان وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل وروح القدس كان عليه وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه يصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. هو زان عتيدا نقف أمام الديان العاد المرعوب ومرتعد من أجل كثرة الذنوب لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة
لكن توب يا نفس ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يشكر ولا في الجحيم من يسكت بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى المخلص بالتوبة قائلة اللهم اغفر لي أنا القاطي وارحمني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فبأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاون أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعلهوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي لكني أتخذ سورة العشار قارعا عن صدري قائلا اللهم اغفر لي أنا القاطي وارحمني أيتها السيدة العذراء الطاهرة اسفني ذلك السريع المعونة على عبدك ابعدي عني أمواج الأفكار الرديئة وانهدي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة يسوع المسيح ملك وإله رجائي تفضل يا رب تفضل بهذا اليوم نعظمك من نور الحقيقي حقيقة بلان واحد الله لأفضل كل خالق السماء والأرض ما يرمى ربنا حدث المسيح إن الله الوحيد المولود نقول بكل دور نور نور لا حق لا حق منه لازم يبقى لحن البشر من قبل خلاص نزل السماء تكسر وقل السماء من أضرار تنسل سلبان تعالى مقبرة وقام بين لما تفرم الثالث كما في كتب وصاند السماء تنقل الثانية من يبيان نعم نوم بر وقدس رب المنبث كم لاب نزقد لون مقدم على أبو الابن وقفين بيب كنيسة المقدسة قبل سنة ترفهم ديوة تظن قيمة الأموات حياة ضالات يمين Kyrie eleison, Ya Rabbu Raham, Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ismana wa rahamna, Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison, Kyrie eleison, Rahamna ya Allah, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Rabbu Raham. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ismana wa rahamna, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, rahamna ya Allah, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kudus, 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 Abbas, Kudus, Samar. الله لا بد كل هذا القدس رحمنا يا رب العالمين كنا نحن خسارة
اتفنده بغرم ارق في اوزار اللهم قال مستقبل اقول شكرا يا بند الذي في السماوات Nemtev metere marav shtir salilu oya nemithyod nemishimath oevnot inot pesmorot enjevnot evyod bivanduk ratun Eves morunt and Jemif Moroganis and Shirisos Verestos Venchois. Eves morunt and Jemi of the Malithoem Banaclito. Nostiros moeb chois marois moero vengenile ostiro japev naita groeriegon otimit mintev chois hoab shoene amin Alleluia Sempetrin ke ion ke agiom nevmati kenin ke ai ke istos eon aston eon amin Alleluia. In Biblos epistas ite irene pasi que domne omaiti accepted us to yourself, spared us, supported us, and then brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints for that which is good on our behalf at all times, and to keep the life and standing of our honored father, the patriarch,
Pope Avazodrus II, and his partner in the Apostolic Liturgy, our Father the Metropolitan Abba Serapion, and our Father the Bishop Abba Kyrillos, and make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries for the remission of our sins. Lord, have mercy. ونظم صلاح مخبر بشر نحن نقيم هذا اليوم القدس كن حياتنا بكل سلامة ومخوفة كن حسن كن تجربة كن فهم شيطان The council we can bend the rising up of enemies sitting and manifest take them away from us from all your people from this holy table From this holy church, from this your holy place, needeth not if the Tobin Solomon, gentle, can make back the Meshish, and on no mesh and no host from the Echidi. Nem hegentigum tercente bigaji. Sontis amin ketob nematis on absenti hennito etoem. I'm choice many pilientes, hoteni, man shopitiron teacum, absajid viten hane veoem tayoti, vacientevnuti, alleluia, seunti mavnagos. Jeoromin morumi avshubien chit, O enthov beten chus yavisentiem moshayne alli, Luya. To this day, my father, the Higamins, the priest, the deacons, the clergy, and the people of my week self be absolved from mouth all who journey the Father, Son, and the Holy Spirit, in mouth of the one only holy Catholic and Apostolic Church. Now the apostles be older of God, St. Mark, the Evangelist, the Apostle, Martyr, the Patriarch, St. Severus, our teacher, Dioscorus, St. Athanasius, the Apostolic, St. Peter, the Holy Martyr, and Archpriest, St. John, Chrysostom, St. Cyril, St. Basil, and St. Gregory. From the Mass, 318 assembled at Nicaea, 150 Constantinople, and 200 at Ephesus. From the mouth of Honored Father, the Archpriest, Pope Abba Tuadros II, and his Spartan Liturgy of Father, the Metropolitan Abba Serapion. Mouth of my object self, for blessed and full of glorious holy name of Father, Son, and Holy Spirit, now and ever to the ages. Ten yoten tayoten arshierem spapava tadros nempen yoten metropoli tesava serapion nempen yoten episkopos Ava Kyrillos nimen arati ente be Christos ento. Hey.
فصلاً من رسالة معلمنا بورس الرسول لأهل روميا بركاته على جميعنا أمين. فما فضل اليهود إذن أو ما هو نفع الختان؟ إنه كثير على كل وجه. أولاً لأنهم اؤتمنوا على أقوال الله، فإذا كان بعضهم لم يؤمنوا لعل عدم أمانتهم تبطل أمانة الله. حاشا، بل فليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما كتب لكي تتبرى في كلامك وتغلب إذا حكمت. ولكن إن كان إثمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ لعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ إنما أتكلم بحسب البشرية حاشا، وإلا فكيف يدين الله العالم؟
ولكن إن كان بكذبي قد ازداد صدق الله لمجده فلماذا أدان أنا بعد كخاطئ؟ أما كما يفترى علينا وكما يزعم قوم أنا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات، أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، فإننا قد سبقنا فشكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب إنه ليس بار ولا واحد، وليس من يفعل ولا من يبتغي الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح وبألسنتهم قد غشوا، وسم الأفاعي تحت شفاههم، الذين فمهم مملوء لعنة ومرارة وأرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم شقاء وسحق وطريق السلام لم يعرفوه، نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي أمين. الكسر يكون من رسالة معلمنا يوحنا الثانية، بركاته على جميعنا أمين. انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلاما، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم معكم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهواته، والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد أمين. شارب نوتي أولي ما بني نو بنت بيلا أوسبوليتن بيشليل نم بيستوين تن بيستوينو بيكسما أروت أليثوس نم بكيوتنا ثوس نم بيبن مايت وابجي أكيا سوتي مونينا الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون مع جميعنا أمين. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر. ليس لها خبر ما جرى. فسألها بطرس: قولي لي، أبي هذا المقدار بعتم الحق؟ فقالت: نعم بهذا المقدار.
فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. كانت كلمة الرب تنمو وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, God, amen. Today is the eighth day of the blessed month of Barumhat. May the Lord begin it for us in goodness, renew for us in peace and tranquility, where our sins, our iniquities are forgiven, the tender mercies of our Lord, my Father, my brethren, amen. في مثل هذا اليوم من سنة 68 ميلادية استشهد القديس متياس الرسول. ولد هذا القديس بإقليم الجليل وكان من المرافقين للرسل، وهو الذي اختير بدلا من يهوذا الإسخريوطي في اجتماع علية صهيون عندما قال معلمنا بطرس الرسول: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا في الدمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحدا منهم شاهدا بقيامته. فأقاموا اثنين: يوسف الذي يدعى برساب المركب يوستس ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أي اختارته ليأخذ قرعة هذه الخدمة الرسولية التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع الأحد عشر رسولا. وبعد هذا امتلأ متياس من الروح القدس الذي حل على الرسل يوم الخمسين، وبشر في اليهودية والسامرة وكبادوكيا، كما قيل أنه ذهب لمدينة آكل اللحوم البشر، وذهب ليكرز بالإنجيل حتى وصل إلى مدينة بورتوس ونادى فيها ببشارة الإنجيل. فقبض عليه أهلها إذ لم يقبلوا الكلمة وأودعوه السجن. فصلى القديس متياس متشفعا بالعذراء مريم، فأتت على السحابة، ومجرد دخولها المدينة تحول كل ما فيها من حديد إلى ماء. فتوجهت إلى السجن وأخرجت متياس الرسول والمسجونين معه من أجل الإيمان. ولما سمع والي المدينة بما حدث طلب أن يرى العذراء القديسة مريم، فأتت إليه هي والقديس متياس الرسول وأبرأت ابنه الذي كان مجنونا. فآمن هو وكل أهل المدينة، وصلت القديسة العذراء فأعيد الحديد إلى طبعه الأول، وارتفعت العذراء مريم على سحابة نورانية. أما القديس متياس الرسول فعمد جميع أهل المدينة ومكث عندهم يعلمهم، ثم رسم لهم كهنة، وبعد أن اطمأن عليهم تركهم ومضى. ثم انطلق إلى دمشق ونادى فيها بالسيد المسيح، فغضب أهل المدينة وقبضوا عليه وعذبوه ووضعوه على سرير حديد وأوقدوا النار تحته، فلم تؤذيه، بل كان وجهه يتلألأ بالنور كالشمس. فتعجبوا من ذلك وآمنوا بالرب يسوع على يدي القديس، فعمدهم ورسم لهم كهنة وأقام عندهم أياما كثيرة. ورجع القديس إلى أورشليم فرجمه اليهود ونال إكليل الشهادة. بركة صلاته تكون معنا، أمين. وفيه أيضا من سنة 188 ميلادية تنيح الأب المغبوط القديس البابا أنبا يوليانوس البطريرك الحادي عشر من بطارقة الكرازة المرقسية. وقد تتلمذ هذا الأب في المدرسة الإكليريكية التي أنشأها القديس مرقس، وكان تلميذا للقديس بنتيوس. وقد نبغى روحيا وعلميا فرسم قصا بمدينة الإسكندرية ثم بطريركا. وقد رأى البابا رؤيا قبل نياحته بأن ظهر له ملاك الرب وقال: إن من يأتيك بعنقود عنب هو الذي سيكون بعدك على الكرسي المرقسي. ولم يكن وقتها آوان العنب، وحدث فعلا أن رجلا عاميا يدعى ديمتريوس كان كراما، وبينما هو يصلح كرمه عثر به على عنقود عنب في غير أوانه، فقرر أن يهديه للبابا البطريرك. وبينما كان مجتمعا حول البابا كبار الشعب وعظمائه بدأ يخبرهم بمن سيكون على الكرسي من بعده، فأخبرهم بما سيحدث من حضور الشخص الذي يحمل عنقود العنب. فتحيروا وتعجبوا من كلام هذا الباب. وبينما هم متحيرون دخل ديمتريوس وعنقود العنب في يديه وقدمه إلى البابا البطريرك. ففرح البابا بتحقيق الرؤية
وفرحهم أيضا، ونفذوا وصية البابا فيما بعد، واختاروا ديمتريوس بطريركا من بعده. وقد قضى البابا يوليانوس على الكرسي المرقسي مدة 10 سنوات اعتنى فيها بشعبه عناية روحية، حتى إنه من عزم عنايته أن الوثنيين كانوا لا يسمحون له بمغادرة الإسكندرية، فكان يخرج منها سرا ويذهب إلى كل مكان يرسم كهنة للشعب ويفتقدهم. وبعد ذلك أتم جهاده الحسن وتنيح بسلام. بركة صلاته تكون معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.
Lord Jesus Christ, our God, who sent His own saints, disciples, and holy apostles. Many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and ears, for they hear. May we be worthy to your intact, according to your holy gospel, through the prayers of your saints. Pray concerning the holy gospel. Lord, have mercy. Remember also our master, all those who have bidden us to remember them in our supplications and prayers, which we offer up unto you, O Lord, our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Psalm of David, Alleluia. Tina menerit kepchois tagum epchois pepatagronem pama aemvo. Parif nahme panuti pe pavoithos erhel pisero falliloia Maruchas quenet ecclesia ante beflaeus. O maru es muero fit ceto dra in tene presbitem eros. Jeaf quo nomit iute me vrintanare thoo benam geniet soto nuo efeu. O nof, afon ken jem shoyso en nefu omine thiv jethong befu im shayne, kata en taksi sem mel shise, edeng, choy sa win am mok bin yot to am batre shiz ba 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 te atrus bi ma es nav. Nem benyot metropolitis ava serapion nem benyot nebes komus ava kire elos chois efeare beten on a فصل شريف من إشارة الإنجيل لمعلمنا مارمة الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته. أوه 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 أوه.
صاحبك يا رب قوتي الرب وثباتي وملجئي ومخلصي إله عوني وعليه أتكل. فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل النبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق. الرب عن يمينك يا أبانا البابا البطريرك الأنباء وأدرس وشركيك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنباء سرابيون وأبينا الأسقف المكرم الأنباء كيرلوس. الرب يحفظ لنا حياتك. أمين ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد ثم دعا يسوع تلاميذه وقال لهم إنني أتحنن على هذا الجمل أن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال تلاميذه أين نجد خبزا بهذا المقدار في هذا المكان القاف حتى يشبع هذا الجامع؟ فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز؟ فقالوا سبعة ويسير من السمك. فأمر الجامع أن يتكئوا على الأرض ثم أخذ الأرغفة السبعة والسمك وبارك وكسر وأعطاها لتلاميذه. وناول التلاميذ الجموع فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا فضلات الكسر فملأت سبعة سلال وكان الآكلون أربعة آلاف ما عدا النساء والأولاد. والمجد لله دام Ten
Niene jefes maruden jefiot nemepshiri nempep nemuma etoam tetereas es jikevon tenoshtemos tenti onas. En sufeya se obros homen kerialaison kerialaison hen omis mi. Hakikaten omen bilan wahad Allah ilam dabit el kul khalq sama ur ard ma yura ma la yura omen berabben wahid yasua al masih. المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على أدبراس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المعن منبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الظاهر الآتي آمين 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 Ketum neomati Esu. Ya Allah, al-Azim al-Abadi, al-Ladhi gabal al-insan ala ghayr fasadin. والموت الذي دخل إلى العالم حسد إبليس دمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب ارحم بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك طهرنا من كل دانس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة كي ننال بغير وقوع في دينونة من معوبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربي
إلينا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصير. مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجالوس خفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات وإلى الشرق انظروا أنت هو القيام حولك الشاربيم الممتلئون أعينا والصارفيم ذو ستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك وسرافيم يمجدونك صارخين قدوس قدوس قدوس
السماء والأرض مملوءتان من مجدك and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the deception of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us, your holy prophets. And in the last days you manifested yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death, through your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. Taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high through water and spirit. He made us unto himself an assembled people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who are in the world and gave himself up for our salvation unto death, which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. He ascended into the heavens, sat at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense, on which he will appear to judge the world in righteousness, and give each one according to his deeds. According to your mercy, O Lord, and not according to our sins. Kodin an chrim painisht mistereon in tetim tevtevim evtesh kar tevim mochav on chim bikutzmu elithos pestev Amen.
Estev, Omen ke omologomen, Doxa domen. Shafti finitano fnagis maktis anustus to ebem goem mos cecim vol chint petirum faihar vimasom aton avash ingentinon anankem incenseti beb kevun inteni novi Ayrent fe po heref me veim. Po ipe chenu umeth mi ami. Un big out men and some of no nafto tevon can wear up the moat of Shebehmo. Me is Moero. Me of the ragi as in emo. Parim pestev, omen ke omologomen, doxado omen. Aktiv nitrof nagis matidis and was tos to evem gaem mos chenchim avon chit petiru faihar vema esnu finteti etikim veri to navon fefun gentinu nankem ishen seti vepkov ninteni novi airet fepo heref mevi ayom pechen omet mi ami Katangelumen ketinagian suanastasin ketinagaliepsiso entis uranis eumono omen senumen sevlogomen Sevcharisto men kireye kede ometasu theose imo Oh,
gemeinte Pfeif in Soma vor und da. Tina ti a ami. Make us all worthy our mass, partake of your holy, and unto purification of our souls, our bodies, and our spirits, that we may become one body, one spirit, and may have a share in inheritance with all the saints who have pleased you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only, holy Catholic and apostolic church. Lord, have mercy. Yes, would you have acquired yourself the precious blood of your Christ, keeper and peace of all the Orthodox bishops who are in her foremost. Remember, Lord, our blessed and honored Father, the Archbishop, our Patriarch, Pope Abbotawadrus II, and his partners in the apostolic ministry, our Father, Metropolitan of Basrabian, and our Father, the Bishop of Kyrillos. Lord, have mercy. And those who rightly divide the word of truth with them, grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, Lord, the Orthodox Eagleman's priests and deacons. Lord, have mercy. And all the servants and all those who in virginity and the purity of all your faithful people. Remember, O Lord, and have mercy upon us all. Have mercy upon us, O God, the Father, upon Donkara. Remember, O Lord, the salvation of this, your holy place, in every place, in every monastery, of our Orthodox fathers. Lord, have mercy. And those who dwell there and in God's faith, gracious accord, O Lord, bless there of heaven and the fruits of the earth. This year. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Raise them to their measure according to your grace. Give joy to the face of the earth. May its furrows be abundantly watered and its fruits be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting. Manage our lives as deemed fit. Bless the crown of the year with your goodness, for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of us all, entreat you and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, so you give food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we too, having sufficiency in everything always, may abound in every good deed. Lord, have mercy. لأن هذا يا رب هو أمر ابنك
وجهك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البان، آباؤنا الأطهار وسلبا والأنبياء، الرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد، قديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، والبطريرك القديس سويروس ومعلمنا ديوسكوروس، قديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة، قديس يوحنا ذهبي الفم وقديس أودوسيوس، القديس سوفيلوس وقديس ديمتريوس، قديس كيرلوس والقديس باسيليوس، قديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس غريغوريوس صانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثماني عشر مجتمعين بنقية، المائة والخمسين بالقسطنطينية، والمائتان بأفسس، أبانا الصديق العظيم أنبنطونيوس، والبار أنبابولا، والثلاث أنبا مقارات القديسين، وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يوهنس القمص، أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا كيرلس السادس، وأنبا إبراهام أسقف الفيوم، وكل مصاف قديسيك، هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. نيتوش ماروطا والنيران انتين يوتيثو تشايس مايمتون انو امسي كتيرو أو أنت فكان إنه أوفي نانيفول إيشيس كبرز في Pan agia seperin doxo akaranto epir vlogi menis despenis emo o Peutokum ke ai parthenu Marias ke to agio eprofito ke prodromo baptisto Que martiros you anno. Que to agio estefano tu arishide acuno Que proto martiros Que ton agion apostolon
en doxone profiton ke kaliniko on martiron ke panton ton choronton agion so o ke ava ta adoro kireu to arishi epes kopo tis megalopoleos alexane edreia Esketon Orthodoxon imon episkopon ton ευχάρις τύριον και υπεργέμνε σε και τον Άγιον Πατέρον ημών Μάρκο το Άγιο Απόστολο Ευαγγελιστό ο Αρχιεπίσκοπο και μα فلتكن
Oh.
تفضل يا رب أن تريح نفس أبينا البابا البطريرك الأنباش اليهود الثالث ونفس أبينا الأسقف الأنبا أثناسيوس نفس أبينا الطباوي الأمس لواسي داروس في حضن أبا قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في موضع خضر عالم الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي اطلبوا عن أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة ومعهم نفس أبينا مثلث الرحمات البابا شنود الثالث أبائنا الأساقفة ومعهم نفس أبينا مثلث الرحمات أنباء أثناسيوس أبينا القمامسة ومعهم نفس أبينا القمص لوقاس داروس أبينا القسوس إخوتنا الشمامسة أبينا الرهبان أبينا العلمانيين وعن نياح أنفس جميع المسيحيين كي المسيح إلى هنا ينيح نفوس مجمعين في فردوس النعيم نحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا كيرليس أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وأنعم علينا بسلامك إلى التمام كما كانت هكذا يكون من جيل أيضاً
نشر الله لهم دابت نكون ابو ربنا وين احنا مخلص نسوع المسيح. We have made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy in the communion and partaking of his divine and immortal mysteries. Amen. اسجد لجسدك المقدس دم كريم ودمك الكريم In the name of Christos, and you be one the Creator, I'm sure it's even not it. Amen, amen. Crucifix us there. Kyrie eleison. Don't never mind it, so. You are the merciful God, the Redeemer of everyone who is incarnate for our salvation, who has enlightened us sinners who fasted for us 40 days and 40 nights in a mystery ineffable. Kyrillos, Kyrillos, Lord, have mercy. From death and gave us his holy body and his precious blood for the forgiveness of our sins, who spoke to the multitude and to his saintly disciples and holy apostles, saying, This is the bread of life which came down from heaven, not as your fathers ate the manna in the wilderness and died. He who eats my flesh and drinks my blood shall live forever, and I will raise him up. And the last day. Kyrillos, Kyrillos, Lord, have mercy. Therefore, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind, purify our souls, bodies, and spirits, so that with a pure heart we may dare with boldness, without fear, to cry to your holy Father who is in the heavens, and say, Our Father. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير فارستوس يسوس انشوس كفلاس مون To Kereo Kleenate Enopion so Oh,
ketum neumatisum. Hariath men of choice and engine thought is more room. So tis amin, ketop pneumatis ometavo, theopros homen amin, kirie leison, eleison, kirie leison. Hagiati. Sagis flogitos Kyrillos Iesu Christo euthei agiasmos emnev maion omi. Iesu Panagios Patir, Iesu Panagios Eos, en tu Panagion epnev maamin. Hirene posi, ketopnev mati Iesu. The holy body and the precious and true blood of Jesus Christ, Son of our God. Amen. Amen. Hagion timion soma kemeni tenoni so Christo tueo to Theu imon. Amen. Cast a good confession before Pontius Pilate, and he gave it up for us upon the holy word of the cross of his own will for us all. Truly I believe that his divinity parted not from his humanity, for a single moment or twinkling of an eye, given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those partake of him. I believe that this is true. Amen. Portal. Amin, amin, amin. Amen, amen. Amen. Anna hadha huwa bil haqiqati amin. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت رب سلام ومحبة يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد القائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم انقصك ارحم انسي اللي
Khenahan kim kim nemahan khurusalli. Aisos be Christos erneste vineri egon inehmene ho. Venegor hesmu erof khenahan kim. Nemur ganun alilo. Jesus be Christus erneste vineri egon. Enehmene ho nemehme. Esmu erom frenan kim valon. Enesetu esmi alilo. Jesus be Christus erneste vineri egon. Enehmene ho nemehme. يسوع المسيح صمعنا 40 يوما سبحوه بصوت البوق الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح صمعنا 40 يوما 40 سبحوا بمزمار وقيثار الليلويا الليلو يا يسوع المسيح صمعنا 40 سبحوا بدفوف وصفوف سبحوا بأوتار وأرغون يسوع المسيح صمعنا 40 يوما سبحوا بصنوك حسنات الصوت سبحوا بصنوك تهليل يسوع المسيح صمعنا 40 يوما نيفيني فين مارو اسمو تيرو إفرايم بشويس بنوتي الليلو
Ya Iisus, pe Hristos el neste vineri egon, eneh meneu, menegon, doxa patri, ke io, ke agio epneumati elilo. Iisus, pe Hristos el neste vineri egon, eneh meneu, nemeh menegon, ke nin ke aif, ke iston seon astoneon, elilue. Iisus, pe Hristos el neste vineri egon, eneh meneu, nemeh menegon, Alleluia, Alleluia, doxa seu Theos emon, Alleluia. Iisus, pe Hristos el neste vineri egon, eneh meneu, nemeh menegon. Angel of the sacrifice, sang the highest of the sin, remembers before the Lord that He may mercy forgive us our sins. Let us praise with the angel, say. Sabbamna qalil magla fla'il arsalam smasar rasumatus keimatus monogenisteu metalavun tezavtu efcharistisumin doksa patrike yoke agiob nevmati somatus keimatus monogenisteu metalavun tezavtu efcharistisumin kenin ke ai ke istoseun astoneun onamin Vai pepis human bias novent epi monogenis et nuti. Naitan cie volen chitum aren cebe moten tot mare nos. Nemni angelos, nemni talman tep cisiene mepchonos entinies mi. Evo ce volen goemus. Je vita vernis te vineri egon en himene une minegor. Chopero gentines te iacona ne volen in aronia. Itenestov nemnese prezveyen teta chaisen nibmareya. Sotiemonu onainana kenchit charise moisis. Temet oim en temel shisedek temet chelo en teakom. Binogra en timatu sala vikatit sot ben te David. Tisofia en te solomon beebneman barakletum vedavi ejen yabu. Solozim chayzefiare bon chenev tau eratvim beyudet tayot anar sheriffs. Baba vata wadros nem benyotim metropolitis. Ava serapion nem benyotin ebenskomus ava kirellos. Evnotin ted vefata grui genu etronos rad misharumbi. Neman seyo en hirinikun en teftaveyo en nugajitiru. Sapesit en noet shalav gen kolem. Tove pe Christos eri egon devkan en novina revol. En uirini katabef nish. Tenai kirie leison, kirie vlogison amin esmo ero esmo. Eroes timetania conievol goempi esmo. Nevor unt ti herini moinan unt kerini seminan unt kerini kanen novenan vondre thok tati gomni monus moni bimashan min. So Lord worthy pray with all thanksgiving heaven. God the Father, the grace, home begotten, Son of God, Savior Jesus Christ, Queen, the gift of the Holy Spirit. Be with you, those wish to go in peace. Peaceful Lord be with you.
بكرة الساعة 7 مساء عشية عيد الصليب، ويوم الجمعة 7 صباحا قداس عيد الصليب. الجميع مدعوين. Gracias.